ان انا زي ما رئيس اتحاد الكوره قرر تاني ان الماتش يوم الثلاث انا مش هروح يوم الثلاث خلاص. وقدام العالم كله فضيحه وعمال يعيط. مش الزمالك يا اخواني، لا مش الزمالك يا راجل. وحسن ما بيقول احنا مستنيين، ده مش الزمالك، لا ده الزمالك الجديد. هقول لك ليه الزمالك. انا بس اوريك حاجه يا اخ حازم سريع. يا حازم ده الزمالك اللي تلعب الكتاب وكباريها بزونة ورا يحافظ على كيان النادي. ادي الزمالك وده اعلان عن اريزونا. اعلان عن كباريه اسمه اريزونا اهو. شارع العرب راح اعطيكم اعظم البرامج. لو هتوصل شو ده الزمالك كان عنه لما جالك راجل رجع هيبه النادي ونادياته تاني اهو. ادي نادي الزمالك وادي اعلان اريزونا كباريه في العصر المنيل وتحشيش فيه. رجع الزمالك قيمته واحترامه وهيبته. أول نادي يبقى في حد بيسمي النادي باسمه الملك فاروق. هذا النادي كان رئيس فاروق من أيام حيدر باشا وزير تحت وزير خالد وزير الخارجية المصري. نادي عظيم قلب البطولة أرض. كان في إيه؟ هحكي قصتك دلوقتي. الملايين اللي تحت غلط. الكذب اللي أنا عمال أسمعه تشويش وشوشرة. ده في زمالك قوي. ايوه ما رحناش. لان انا ملتزم بالاهلي وملتزم بقرار رئيس الاتحاد الماتش يوم الثلاث. لكن لو الماتش يوم السبت وانا اتاخرت خمس دقايق مع الجدول اللي انت عامله لي قول ان انا مش عايز اروح. وايه اللي اتقدم بقى وبنفجر سفاله وده يعيط وده ينطق ومتحمل ايه؟ مش مشكله كلها. مش مشكله ناديكم اللي انتوا اديتوا فيه. الاعلان بتاع كباريه ومتحملين ونرجع الزمالك تاني. الزمالك القوي، الزمالك اللي ما بيخافش، الزمالك اللي بيحترم اللوائح والقوانين. حمله مسحوره من رئيس الزمالك.